بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة الدرس الثاني، جمع وطرح القصور الاعتيادية متحدة المقام. تصنيف قصور اعتيادية. فكر في ثلاث فئات للقصور الاعتيادية التالية. عندنا أربع أخماس. التصنيف الأول هنصنفه كسر حقيقي. الكسر الحقيقي قلنا اللي هو البسط أصغر من المقام. عندنا أربع أخماس: كسر حقيقي، الخمس كسر حقيقي، التلات أعشار كسر حقيقي. يبقى عندنا أربع أخماس، خمس، تلات أخماس، سبع. ما ينفعش اختار عشر على السبعة لأن العشرة أكبر من السبعة. واحد على سبعة اللي هو السبع كسر حقيقي، خمسة على عشرة كسر حقيقي، خمسة على خمسة غلط، لازم البسط يكون أصغر، إنما خمسة على خمسة بيساوي ما ينفعش، سبعة على سبعة بيساوي ما ينفعش، واحد على عشرة كسر حقيقي، اتنين على خمسة كسر حقيقي، تلاتة على سبعة كسر حقيقي، اتنين على عشرة كسر حقيقي. يبقى ده التصنيف الأول، المجموعة الأولى الكسر الحقيقي. التصنيف الثاني كسر غير حقيقي، البسط أكبر من المقام. عندنا عشرة على السبعة كسر غير حقيقي، عشرة على كام؟ على السبعة. المجموعة جيم اللي هو التصنيف الثالث، الواحد الصحيح. إذا تساوى البسط والمقام يكون الناتج واحد صحيح. يبقى خمسة على خمسة واحد صحيح، سبعة على سبعة واحد صحيح. السؤال الثاني، جمع القصور الاعتيادية متحدة المقام. الجزء المظلل في النموذج ألف خمس أتلات، يعني خمسة على التلاتة. النموذج باء التلاتة متظلل منهم اتنين، يعني اتنين على التلاتة. المطلوب المجموع. المجموع بنجمع خمسة على التلاتة زائد اتنين على التلاتة. في الجمع والطرح المقام لا يجمع ولا يطرح، المقام بينزل زي ما هو. يبقى هننزل التلاتة ونجمع خمسة زائد اتنين سبعة، يبقى الإجابة سبعة على التلاتة. سبعة على التلاتة كسر غير حقيقي، بنحوله إلى عدد كسري. هقول سبعة على التلاتة بتساوي اتنين، اتنين في تلاتة بستة، يبقى الباقي كام؟ الباقي واحد، يبقى الباقي واحد على التلاتة، يبقى الإجابة اتنين وتلت. اجمع القصور الاعتيادية التالية: ربع زائد ربعين. أول حاجة بنعملها بننزل المقام زي ما هو ونجمع البسط، اتنين زائد واحد تلاتة. السؤال الثاني، ستة أسباع زائد سبع. بننزل المقام اللي هو السبعة ونجمع البسط زائد البسط، ستة زائد واحد سبعة. نلاحظ إن البسط بيساوي المقام، البسط بيساوي المقام يعني بيساوي واحد صحيح. السؤال اللي بعده، تلات أتمان زائد تمن. المقام تمانية، ننزل التمانية زي ما هي ونجمع البسط، تلاتة زائد واحد أربعة. أربعة على التمانية مش أبسط صورة، الأربعة تقبل الإسم على الأربعة والتمانية تقبل الإسم على الأربعة. هنقسم تمانية على الأربعة بتساوي اتنين، وأربعة على الأربعة بتساوي واحد. السؤال اللي بعده، ستة على حداشر زائد أربعة على الحداشر. بننزل الحداشر زي ما هي ونجمع ستة زائد أربعة عشرة، وده أبسط صورة. اطرح القصور الاعتيادية التالية: أربع أخماس ناقص خمسين. اللي عملناه في الجمع هنعمله في الطرح. المقام خمسة، تنزل الخمسة زي ما هي ونطرح أربعة ناقص اتنين اتنين. السؤال الثاني، عشرة على سبعة ناقص أربعة على سبعة. المقام سبعة، تنزل السبعة زي ما هي ونطرح عشرة ناقص أربعة ستة، يبقى الإجابة ستة أسباع. السؤال الثالث، ستة أتمان ناقص تمنين. المقام تمانية ونطرح ستة ناقص اتنين أربعة. أربع أتمان مش أبسط صورة، نبسطها الأربعة والتمانية يقبلوا القسمة على الأربعة. تمانية على الأربعة بتساوي اتنين، وأربعة على الأربعة بتساوي واحد. السؤال الرابع، تمن أخماس ناقص تلات أخماس. المقام خمسة، ننزل الخمسة ونطرح تمانية ناقص تلاتة خمسة. البسط والمقام متساوي، خمسة على خمسة بتساوي واحد صحيح.
السؤال الخامس 9 على 9 ناقص 2 على 9. المقام 9، نطرح 9 ناقص 2 7، يبقى 7 أجزاء. توصيل الكسور الاعتيادية، صل كل كسر اعتيادي بالكسر المكافئ له. يبقى أول حاجة لازم نعمل عملية تبسيط للكسور اللي هو مديها لي. ألف مديني 30 على 40، يقبلوا القسمة على 10 لأن الأحد صفر والأحد صفر، بنشيل صفر مع صفر يتبقى كام؟ 3 على 4. جيم 9 على 36، التسعة والستة وتلاتين يقبلوا القسمة على التسعة. 9 على 9 فيها 1 و36 على 9 فيها 4 يبقى ربع. هاء 24 على 30، الأربعة وعشرين والتلاتين يقبلوا القسمة على الستة. 30 على 6 فيها 5 و24 على 6 فيها 4. زي 3/4، التلات أرباع أبسط صورة بننزلها زي ما هي. 12 على 20 يقبلوا القسمة على 4، 20 على 4 بتساوي 5 و12 على 4 بتساوي 3. 45 على 60 يقبلوا القسمة على 15. اللي ما يعرفش يقسم على 15 ممكن أقسم على 5 وبعدين أقسم على 3. 60 على 15 بتساوي 4 و45 على 15 بتساوي 3. الكسر اللي بعده 18 على 30، العامل المشترك 6، التلاتين تقبل على 6 والتمنتاشر تقبل على 6. 30 على 6 بتساوي 5، 18 على 6 بتساوي 3. 60 على 100، هنشيل صفر مع صفر هيتبقى 6 على 10. أعداد زوجية هنقسم على الاتنين، 10 على 2 بتساوي 5 و6 على 2 بتساوي 3. 3 على 12 يقبلوا القسمة على التلاتة. بنقسم على التلاتة اللي هو العامل المشترك بين التلاتة والاتناشر. الاتناشر على التلاتة بتساوي 4 و3 على 3 بتساوي 1. 4 أخماس دي أبسط صورة بتنزل زي ما هي. 25 على 100 بنقسم على 25، 100 على 25 بتساوي 4، 25 على 25 بتساوي 1. 5 على 20 العامل المشترك بينهم 5، هنقسم على 5، 20 على 5 بتساوي 4 و5 على 5 بتساوي 1، يبقى رقم ألف 3/4. زي بتساوي 3/4، ايه تاني بيساوي 3/4؟ كاف بتساوي 3/4، مفيش حاجة تانية بتساوي 3/4. نشوف الربع، جيم بتساوي ربع، نوصلها بالربع، 3 على 12 بتساوي ربع، ايه تاني بيساوي ربع؟ 25 على 100 و5 على 20، يبقى دول بيساووا ربع. بعد كده عندي 4 أخماس، 4 أخماس نوصلها بالأربع أخماس اللي هي 24 على 30 مع الأربع أخماس. طاء بتساوي 3 أخماس اللي هي 12 على 20، باء بتساوي 3 أخماس 18 على 30، دال بتساوي 3 أخماس اللي هي 60 على 100. اكتب كسر مكافئ للقصور التالية: 15 على 20، 15 على 20 الأحاد 5 والأحاد 0 يبقى هنقسم على الخمسة، 20 على 5 بتساوي 4 و15 على 5 بتساوي 3. 8 على 10، التمانية والعشرة أعداد زوجية، هنقسم على الاتنين، 10 على 2 بتساوي 5 و8 على 2 بتساوي 4، يبقى الإجابة 4 أخماس. سؤال رقم 3، ربع، عايز كسر يكافئ الربع. يبقى هنضرب المقام والبسط في نفس العدد، هنضرب 4 في 2 ب8 و1 في 2 ب2. السؤال رقم 4، 3 على 5، عايز كسر مكافئ للتلات أخماس، أضرب البسط والمقام في نفس العدد، 5 في 2 ب10 و3 في 2 ب6، يبقى 6 على 10. إن شاء الله الدرس القادم الدرس الثالث، جمع وطرح الكسور غير متحدة المقام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.